طبتم وطابت اوقاتكم، لا تجعلوا القلق والحزن عنوان يومكم. اهلا وسهلا بزميلنا روية قاسم. صباح النور. صباح الخير لكم مشاهدينا. طبعا مواضيع مختلفة في حلقة اليوم، نبداها بالعناوين. من الملاحات إلى الدراسات حول الملح، رشة الطعم تؤدي لوفاة ملايين الأشخاص حول العالم. سحر حدائق الرياض يأخذنا إلى جمال الطبيعة مع واحدة من أكبر المتنزهات الترفيهية، وجولة لنتغنى بنا مناظرها الخلابة. صباح الخير، أنا غادة الفهد. أبرز ملامح استدامة الرياض، التفاصيل بعد قليل. سانغمي 대충 얼마나 되나요? 지금 이 자리에 계신 여러분들은 من لعبة الحبار إلى بنات الروابي، الأجزاء الثانية للمسلسلات الناجحة تصبح مادة دسمة للتوقعات. سوري ما إيش تعرفين؟ نحن إن سنجني بدلونا في التوقع. كالعادة. شو كيف كانت؟ وضمن مواضيع حلقتنا لليوم ايضا يا عادل، يلا يا راوي. سر اسم فيسبوك الجديد في الميتافيرس، العالم الافتراضي الجديد الذي يبنيه زوكربيرغ لتغيير شركته وتغيير العالم. النساء مبالغات في الشكوى، دي قاعدة لازم نحطها قدام عينينا. يعني الداعية مبروك عطية يثير الجدل بقوله إن ضرب النساء هو نتيجة الاستفزاز الشديد، ومشروع قانون ضد العنف الأسري يصطدم بمجتمع يفضل الحلول العرفية. تجميد النساء لبويضاتهن توجه يزداد زخمه في المجتمع، الفنانة أمينة خليل آخر المؤيدات لخطوة تعطي حلم الأمومة. مزيدا من الوقت. طيب، القليل من يغير كل شيء. طيب، كل النكهات في العالم لا قيمة لها من دونه، هو الأقل ثمنا والأكثر تأثيرا بين المطيبات، لكنه خطير. نتحدث عن الملح. بالرغم من أهميته، إلا أن الدراسات حذرت من تناول الكثير من الملح. وفق الإحصائيات الطبية، التناول المفرط للملح يؤدي إلى وفاة ما يقدر بنحو 1.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم كل عام. هذه الوفيات الناجمة عن الإفراط في تناول الملح يمكن منعها، لا سيما أن المعدلات اليومية لاستهلاك الملح في غالبية الدول تتخطى الحد الأعلى الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية. لكن في البداية لنبدأ من صورة جميلة، حيث يبدأ كل شيء على ضفاف البحر. أهلا بكم في أنفي بلدة الملح. هنا تصمد هذه الملاحات الجميلة رغم كل شيء، وتروي تفاصيل عن حرفة أصبحت جزءا من إرث ثقافي يقاوم الزوال. أنا من الجيل الثالث بالملاحات، يعني كان جدي بلش بمصلحة الملح بال 1930، رجع ورثها بي وأنا مكمل بهالمسيرة. هيدي الملاحات يعني جزء لا يتجزأ مني، مثل ما بيقولوا، يعني ربيت هون وخلقت هون بالملاحات، وهيدا تراث وطني يعني حرام نتخلى عنه، ما بقى موجود غير بأنفي إجمالا. وهول الملاحات اللي قدامكم هول الوحيدين اللي باقيين، البقية كله تكسر وتهدم بسبب المشاريع السياحية وبسبب الملح المستورد اللي هو أرخص من الملح اللبناني الوطني. كان ينتج آلاف الأطنان من لبنان من الملح، كان يصدروا لبرا، بينما هلا هول الملاحات قدامكم اللي بينتجوا الملح اللي بتقتصر تقريبا كميتهم على 150-200 طن تقريبا إنتاجهم سنويا.
انتاجه اول شيء بيعبوا مي بالبرك الكبيره اللي تسمى مستودعات الماء فوق، بننزل منها على الملاحات اللي هي سماكة تقريبا 15 سنتيمتر. كل نهار بالصيفيه تتبخر تقريبا بمعدل 1 سنتيمتر مي من الملاحه، وبده البروسيس تقريبا بين 15 ل 20 يوم تتنشف المي. بيتكون ثلاث انواع ملح. اول نوع ملح مر بيطلع، مش ملح، مش صالح للاكل. ثاني نوع بيتكون الملح الخشن اللي هو بين حزيران ونص اب. ملح الخشن بيطلع على الهواء جنوبي غربي، بيرجع من بعد 15 اب الهواء بيكون ناشف، فبينشف الكوش الفوقانيه من الملاحه، بتتكون شيء اسمه فلور دو سيل او هي زهره الملح. هيدا التوب توب، يعني بيعرفوا قيمته خارج لبنان اكثر من لبنان، يعني بفرنسا وبامريكا وهيك بيعرفوا فلور دو سيل كثير اهميتها، لان ما بتطلع غير الى اوقات معينه والى موسم معين. بخاف انه يوم من الايام اضطر اسافر واترك هالبلد واترك هالمصلحه اللي هي حابب ورثها لاولادي وللجيل الباقي. علموا على موج البحر. ملح الطعام يعد من اكثر الاطعمه التي يحاول الناس تجنبها بسبب مضارها على الصحه، لكن هناك بعض الاطعمه التي لا نعرف انها تحتوي على كميه عاليه منه. منها الشوكولاتة الساخنة، فالحصة الواحدة منها قد تحوي على 7% من المعدل المسموح به يومياً من الصوديوم، ما يجعلها من الأطعمة الغنية بالملح لكنها ليست مالحة. أيضاً الصلصات الجاهزة، كمية الملح فيها قد تكاد تكون صادمة، وتحوي ملعقتان طعام منها على 300 ملغرام من الصوديوم. ومع أن حبوب الإفطار تعد بداية يوم صحية جيدة، إلا أنها من ضمن أطعمة غنية بالملح لكنها ليست مالحة. فالعديد من أنواع حبوب الفطار تحوي على 180 إلى 300 ملغرام من الملح في كل حصة، ويعد قسم الأغذية المجمدة في السوبر ماركت قسما غنيا بالصوديوم، فالبيتزا المجمدة تحوي على 1800 ملغرام تقريبا من الصوديوم. وتنضم إلينا هنا في الاستوديو عادل خبيرة التغذية فانيسا غصوب. أهلا بك يا فانيسا. شكرا. يعني الملح ضروري صح، ولكن كميته هي التي تؤثر. صحيح. شو الكمية المثالية للبالغين اللي ما بتأثر على صحتنا، وما بدنا ننسى الأطفال لأنه دائما بنحكي عن البالغين؟ صحيح، ننسى أيضا. صحيح. هلأ معروف عن الملح أنه السم الأبيض، اليوم بدنا نغير له معناته ونحكي عنه أكثر بإيجابية. مزبوط له كتير سلبيات، بيعمل ضغط، بيعمل مشاكل بالصحة، ممكن يؤدي لكتير أمراض ضمناً اللي ذكرتها بتوصل للموت وقت حدا بيأكل كتير ملح. بس بدون الملح كمان الإنسان بينقصه هالمعادن الأساسية اللي هي الأيودين. نحن اليوم الملح فيه كتير أصناف، يعني مثل ما ذكروا بالفيديو في كتير أصناف، وبعد بيخلق أصناف جديدة. منا اليوم نسمع عن الهيمالايان سولت أو البينك سولت اللي هو زهري، وكتير أشخاص عم تجرب تستعين فيه أكتر من ملح التيبل سولت أو السي سولت. بس الفرق كتير بسيط، الفرق إنه بيحتوي على فولكانيان كلاي، يعني المادة اللي بتجعله أغنى بالأيودين، يعني اللي هي مادة منيحة للغدة الدرقية أو الثايرويد.
نحن بنعرف اليوم بدون الغدة وشغلها وظيفتها الجسم بيصير يشتغل بطريقة أبطأ، ممكن يزيد وزننا كتير، ممكن نعبي كتير مي بدون الملح. فإذا اليوم WHO أو World Health Organization بتنصح أنه ناخد أقل من 2300 ميلي جرام أو 2.3 جرام بالنهار. يعني قدي؟ يعني 5 جرام، يعني ملعقة صغيرة سكب. هلأ نحن طبعا ما رح ملعقة صغيرة، هذه بالوجبة ولا بطول اليوم؟ بطول اليوم. طيب يعني أنا عارف أن موضوعنا يرفع الضغط اليوم، موضوع الملح، لكن يعني هل نحسب أنه هذا الملح اللي يذاب في الماء مع الرز مع الأكل ولا أنه لا، هذه الكمية تشمل كل ما نأكله؟ تشمل كل ما نأكله. أولا سؤال إلي لكم، بتملحوا قبل ما تذوقوا الأكل؟ لا ذوقوا بعد ما ملح. أنا عياري بالطبخ صحيح. بتحب الطبخ؟ أنا إيه عظيم. فهي هاي أول خطوة، نتعود إنه نستدوق الطعام قبل ما نملح. بس من ناحية تانية مثل ما ذكرت، المعلبات فيها ملح، المأكولات المفرزة الشريمبس فيها ملح، في كتير الأشياء المعلبة مثل الكبيس الزيتون هيدي كلها فيها ملح. يعني مصادر الملح مختلفة، اليوم سيريالز أو رقائق الفطور فيها ملح مع إنه هي سويت، هذه خفية مخفية صح. سو نحن اليوم أكيد بدنا نحسب حساب كل هالأشياء، صعب كتير إنه نوصل للملعقة بالنهاية إلا إذا كنا من ملح أكلنا زيادة. والريكومنديشن هي إنه ناخد أقل من 1500 وللولاد 800 ميلي جرام أو 0.8. فمن ميلة تانية هالملح كتير أساسي مثل ما حكينا اليوم، الضغط الهايبوتنشن أو الضغط المنخفض سببه قلة الملح بالأكل. كتير أشياء مثلا اليوم كنت عم بقرأ إنه الملح منيح للبسورياسيس، لل المشاكل الجلديه، طبعا مش اذا تناولناه اذا استعملناه براني. فاذا له فوائد، ما ضروري دائما ناخذ بس السلبيات تبعه. هلا المصادر كثير بتختلف ولازم ننتبه نقرا على، خاصه الاشخاص اللي بيشتروا اشياء حاضره وبحطوها بالفريزر، هيدي اخطر شيء ممكن ما نقشعها او ما نستدوق فيها بمصادر الملح. بس مثل ما ذكرنا يعني الاعتدال مهم. انا اخصائيه تغذيه رياضيه، بالنهايه المعادن كثير اساسيه للرياضيه. طب ماي ما يخفف من هذا الملح؟ طبعا كل ما شربنا ماي كل ما ظهر ناخي من خلال الكلاوي، فهذا الشيء كتير بيفيد كمان. ومن ميلة تانية نحن اليوم إذا قررنا أنه نخفف الملح، أهم خطوة هي أنه نكون واعيين على محتويات اللي موجودة على العلبة، نقرأ. اليوم بيدلونا يعني هو عنصر أساسي بالأشياء المكتوبة على العلبة، NaCl أو الملح، نتأكد قد الكمية، وإذا شيء بنعمل حساب توتال بير داي او قد ايه عم ناخد بالنهار. اكيد الاكل بالنهار. بعدين بعد شغله بالنسبه للنساء، سيلولايت، يعني اليوم نحن كمان السيلولايت سببه هو كتله الملح وقله المي. اليوم بفرد نهار اذا شربنا كثير مي حتى لو كنا عم ناخد ملح بتبين سيلولايت اقل من اذا كنا ما عم نشرب مي وفي ملح. يعني المرأة لازم تقلل يعني قلل الملح حتى يختفي هذه صحيح خطوط. طيب أوكي، شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا. ومن الملح يعادل إلى الأزياء، روحي سنبتيك ايه بدك تروح. حيث اختارت دار جورجيو أرماني في اختارت مدينة دبي لإقامة عرض مجموعاتها الجديدة الصيفية التي تقام مرة كل عام في إحدى مدن العالم. العرض أقيم بحضور نجوم عالميين أبرزهم الممثلة الأمريكية شارون ستون التي حاورها الزميل ليث بازاري وأعد لنا التقرير التالي. على منصة أقيمت تحت أطول برج في العالم، برج خليفة، عرضت دار أرمان الإيطالية للأزياء مجموعتها الجديدة التي تحمل اسم One Night Only in Dubai أو ليلة واحدة في دبي. عرض لقطع رجالية ونسائية لربيع وصيف 2022، كما عرضت على المنصة مجموعة أزياء مختارة من إطلالات أغمان بريفي أوت كوتور من مجموعة شاين لخريف وشتاء 2021-2022.
حضر العرض نجوم عالميون، أبرزهم الممثلة الأمريكية شارون ستون التي واكبت مجموعات أرماني في الأدوار التي تقدمها سينمائياً. You know, classic never goes out of style. And Mr. Armani is the king of the classic design. Just so beautiful. And his colors are so elegant and gentle and chic, just very chic. You know, when I did my screen test for Basic Instinct, I wore Armani. And when my dress got run over by the FedEx truck when I was going to the Oscars for Casino, I wore Armani. So I think we usually go to Armani when there's a crisis, because we can count on Armani. الألوان الربيعية المرحة والأكسسوارات خفيفة الوزن والأحذية المصنوعة من أقمشة تحاك عادة في قطع صيفية كانت جزءاً من مظاهر العارضين، كما اختيرت عارضات بقصات شعر وتسريحات قصيرة تذكر بإطلالات ثمانينيات القرن الماضي. Armani, conozco a Armani hace muchísimos, muchísimos años. Armani ha sido y es un diseñador increíble porque siempre ha sido Giorgio Armani. Nunca ha ido copiando ni por aquí ni por allá con ideas, siempre ha sido él mismo. العرض اليوم بعد 10 سنين في برج خليفة في معلم من أهم عالم دبي دعم لكل العالم العربي في عالم الأزياء. فيعني هذا شرف لنا وأنا جدا سعيد أني أكون متواجد هنا في هذا الحدث. يكون هذا العرض الأول لدار جورجو أرماني في دبي محفزاً للمزيد من العلامات التجارية على الأقل في عالم الأزياء على إقامة عروضها الموسمية في بلداننا العربية التي تعد نساؤها الأكثر مواكبة لصيحات الأزياء عالمياً. من عرض أزياء جورجو أرماني في إمارة دبي، ليث بزاري، العربية. منتزه سلام، وإن دل فيدل على اسمه هذا المنتزه الترفيهي من مدينة الرياض التي تزيد من جرعة الإبهار يوما بعد يوم. يعتبر هذا المنتزه منتزه سلام الذي تأسس في العام 2003 من أكبر المنتزهات الترفيهية في الرياض. أشرفت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تنفيذه ووضع خطة لزيادة المساحات الخضراء. أيضا تضمنت الخطة إنشاء أكثر من 3300 حديقة للأحياء السكنية و43 حديقة عامة بهدف تقديم خدمات متميزة لسكان الرياض والزائرين. ومن الرياض تنضم إلينا مراسلة العربية غادة الفهد. صباح الخير يا غادة. صباح الخير عادل وراوية. يا هلا ومرحبا. خبرينا، أنت الآن موجودة في المنتزه، نقلينا الأجواء. كما تشاهدون أنا الآن أتواجد في منتزه سلام. طبعاً منتزه سلام يعتبر من أكبر وأقدم المنتزهات في السعودية الرياض. طبعاً في ظل حديثنا عن أبرز ملامح استراتيجية استدامة الرياض، أيضاً فيما يخص منتدى مبادرة السعودية الخضراء، تحدثنا عن ما يقارب 68 أو أكثر من 68 مبادرة مستدامة وتطويرية في خمسة قطاعات مهمة، ألا وهي الطاقة والتنوع المناخي، أيضا جودة الهواء، إدارة المياه والنفايات، ولا سيما ألا وهو التنوع الحيوي وأيضا التنوع في الطبيعة. طيب غادة، خليني أعرف أنه هذا إذن تفضلي غادة. إذن تعتبر هذه الاستراتيجية الجديدة للاستدامة ستجعل العاصمة الرياض طبعا من أكثر المدن استدامة على مستوى العالم بحلول 2030. كما ذكرنا أنها تشمل 68 مبادرة تطويرية ومستدامة في العاصمة الرياض، لا سيما أنها أيضا ستبلغ الاستثمارات في استراتيجية الاستدامة في الرياض ما يقارب 346 مليار ريال، والقطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذها، كما أيضا وجود الطاقة المتجددة من الشمس والرياح وتحويل النفايات ستمثل 50% من إنتاج الطاقة التي تحتاجها مدينة الرياض في 2030.
أيضا ستمثل المركبات الكهربائية 30% من إجمالي المركبات في 2030. أيضا استراتيجية استدامة الرياض ستمثل قطاعا اقتصاديا جديدا وستوفر 300 ألف وظيفة جديدة وتضيف 150 مليار ريال للاقتصاد المحلي. طيب غدا، يعني الآن بما أنه الطقس صار جميل هكذا متنزهات، يعني هي وجهة للعائلات وللأطفال. نعم صحيح، الأجواء اليوم عندنا جميلة، دخلنا بداية في فصل الشتاء، قاعدين نستعد لفصل الشتاء. طبعا العالم جواكم الله يا غادة، العوائل جاهزة ومستعدة. نعم. جواكم الله، شكرا جزيلا لغادة المنتزهات الخضراء وأيضا يعطيك العافية. سيطرة أمريكية كبيرة على قائمة أفضل جامعات العالم، فلمن يفكر في دراسة تخصص معين إليك التصنيف الأخير للجامعات عالمياً. جامعة هارفارد في الولايات المتحدة تصدرت القائمة في العديد من الفئات بما في ذلك علم الأحياء والكيمياء الحيوية والاقتصاد والأعمال، وأيضاً معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا التصنيف كأفضل جامعة للرياضيات. أما جامعة ستانفورد الأمريكية كذلك تصدرت كأفضل برنامج كيمياء في العالم، وتأتي بعدها في نفس التخصص جامعة كاليفورنيا. جامعة أوكسفورد في إنجلترا تمتلك أفضل برنامج للفنون والعلوم الإنسانية، فيما كانت أفضل أماكن لدراسة أنظمة القلب والأوعية الدموية من نصيب جامعة كولومبيا الأمريكية. وفي الطب السريري جامعة واشنطن كانت الأفضل لهذه البرامج. كذلك جامعة كامبريدج بالرغم من أن هيئة التدريس فيها تضم بعضا من أشهر علماء الرياضيات في التاريخ، هذا العام حصلت الجامعة على المركز الخامس في برنامج الرياضيات. وتم تحديد معهد كاليفورنيا للتقنية كأفضل جامعة في علوم الفضاء. ونختم من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ثاني أفضل برنامج للأمراض المعدية وثاني أفضل برنامج جراحي في العالم. أخبار عن عارضات الأزياء ما لها علاقة؟ انفصلت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد عن والد ابنتها المغني البريطاني من أصل باكستاني زين مالك بعد خلاف بين الأخير ووالدة جيجي التي اتهمته بضربها بحسب موقع تي أم زد. وطلبت جيجي في بيان الحفاظ على الخصوصية بعد المشادة المزعومة بين زين ووالدتها يولاندا، وقالت في أنها تركز حاليا على الأفضل لابنتها كي التي تبلغ من العمر 13 شهرا. وكانت مصادر مقربة من الجانبين قد كشفت لمجلة بيبل أن الشريكين قررا الانفصال، مؤكدة أنهما أبوان جيدان ومتعاونان، إلا أن يولاندا تريد حماية جيجي بقوة وتريد الأفضل لابنتها وحفيدتها. زين نفى تماما هذه الاتهامات. العالم قاعد يتغير، خلينا نشوف فيسبوك ايش راح يصير عندها. شركة فيسبوك تقرر تغيير اسمها من فيسبوك الى ميتا، تماشيا مع رؤيتها الجديدة في تجسيد المستقبل بتقنية الواقع الافتراضي، بعد اعلانها سابقا عن توفير 10,000 فرصة عمل في الاتحاد الاوروبي للعمل على تأسيس مشروع باسم ميتافيرس. الشركة أوضحت أن أسماء تطبيقات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة لم يطرأ عليها أي تغييرات كتطبيق فيسبوك الشهير.
فيسبوك بعد أن أصبح اسمه أشهر من نار على علم، أعلن عن تغيير اسمه ليصبح ميتا. ولم يقع الاختيار على هذا الاسم عبثا، فهي خاصية تسمى ميتافيرس أو الكون الماورائي، لتعزيز تقنية الواقع الافتراضي والموازي للواقع المادي الذي نعرفه. كما تسعى فيسبوك أو ما تعرف الآن بميتا بنقل مستقبل الإنترنت إلى آفاق جديدة، لتجعل الخيال العلمي يمكن المستخدمين بالتلاقي والتفاعل أو العمل أو حتى اللعب وجها لوجه. يتميز عالم ميتافيرس بواقعية بشكل كبير، وكأنك تشعر فعلا بوجود الأشخاص من حولك، بما يتيح تدريجيا التحرك من الأكوان الافتراضية إلى الفعلية حسب ما أعلنت عنه الشركة. فإذا كان لديك اجتماع يتطلب السفر، ما عليك سوى الاتصال بعالم الميتافيرس وارتداء نظارة أو جهاز يوضع على الرأس ليدخلك إلى بيئتك الرقمية. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Our mission remains the same. It's still about bringing people together. From now on, we're going to be Metaverse first, not Facebook first. That means that over time, you won't need to use Facebook to use our other services. And as our new brand starts showing up in our products, I hope that people come to know the Meta brand and the future that we stand. للمزيد ينضم إلينا من الرياض الخبير التقني فيصل السيف. صباحك الله بالخير. صباح الخير يا فيصل. أهلا وصباحكم الله بالنور جميعا، وإن شاء الله يومكم كله خير وبركة أجمعين يا فيصل. فيصل، اليوم وايد ناس قاعد يعني يتساءلون كما أتساءل بأنه هذا التغيير هو تجاري ولا يعني هو تنصل من النكبات والنكسات اللي مرت فيها شركة فيسبوك. أتوقع جزء كبير من النقطة الأولى اللي أنت ذكرتها، وجزء بسيط من النقطة الثانية. نعم، فيسبوك ودهم يطلعوا زي البراند الجديد يتبعوا نهج يشبه نهج جوجل، بيكون شركة أم. الشركة الأم عندها منتجات، ومن المنتجات فيسبوك، إنستغرام، واتساب، أوكولوس وغيرها. وأكيد كون أنهم بيركزوا على منتج جديد واللي تم ربطه بالميتافيرس اللي هو العالم نفسه بيقول الافتراض اللي هم حينشؤوه، عندهم وجهة جديدة ويحاولوا يبعدوا الناس من الواقع اللي احنا موجودين فيه مع خدماتهم إلى شيء مستقبلي وإعادة توجيه وترتيب لكل شيء من شركة ميتا اللي كانت فيسبوك. طيب فيصل، يعني ميتافيرس خبرنا أكثر عنها، لأنه هي ليست مجرد هي تقنية جديدة. تحدث زوكربيرغ عن أنه هي التكنولوجيا القادمة في تقنيات خاصة لها، ماذا تعني؟ جميل جدا. الحين أقدر أبدأ ميتافيرس، أقدر أشرح الميتافيرس لو بديت أول أنه فيسبوك عندهم فيسبوك كتطبيق، أو ميتا عندهم فيسبوك كتطبيق، التطبيق الأضخم من ناحية التواصل ما بين العالم. فيه خدمات زي المراسلات، وفي خدمات زي البث المباشر وأشياء زي كذا. عندهم أيضا منتج ثاني اللي هو الأوكولوس، نظارات الواقع الافتراضي. نظارة الواقع الافتراضي أوكولوس طوروا فيها كثير من يوم ما استحوذوا عليها، بل إنه خلوها تقدر تشتغل بدون الاعتماد على أي كمبيوتر ومن نفس النظارة. ومن تجارب الكوست 2 اللي سويتها بالفعل تطور جدا ضخم، فما بالكم لو دمجنا فيسبوك وأيضا نفس الأوكولوس كوست النظارتين مع بعض وصاروا منتج واحد. لازم أذكر إنه في نفس الكوست أصلا حاليا عالم افتراضي. في هذا العالم بإمكانك أنك تسوي هويتك الخاصة فيك، تتعرف على الناس، تعيش حياتك الطبيعية يوم بيوم في هذا العالم الافتراضي. ويمكن كانت التجارب والبنية اللي موجودة عند فيسبوك كلها تهيئهم لهذا الأمر الجديد وإنشاء الميتافيرس، عالم افتراضي يربط الناس ما بين الواقع وأيضا الكون الافتراضي اللي يشكلوا لأنفسهم بما تخيلوا بما يرغبوا. ومن هنا منتج جديد يمكن يكون يساند الناس على العمل عن بعد، الحياة عن بعد، والترفيه عن بعد. أوكي فيصل، خلنا نتابع مقطع آخر من إعلان مارك زوكربيرغ خلال الإعلان عن تغيير الاسم وعن الميتافيرس. So giving everyone the tools to be present no matter where they are, whether as a hologram sitting next to you in a physical meeting or in a discussion taking place in the metaverse, that's going to be a game changer. I think this could be very positive for our society and economy. Giving people access to jobs in more places, no matter where they live, will be a big deal for spreading opportunity to more people. سألين ولا سأل؟
أنا لأنه في قلبي حكي وايد. يلا قول. طيب فيصل، اليوم ميتا أو فيسبوك الشركة الجديدة، هل ستستثمر متابعيها بأنه يكونون جزء من تطوير هذا المشروع المستقبلي؟ أتوقع 100% نعم، لأنه لما يكون عندك حوالي 2 مليون مستخدم على أحد تطبيقاتك، والثلاث تطبيقات تجيب لك أكثر من 4.5 مليار مستخدم، نص الكوكب تقريبا، هذا الأمر ما يخليك أبدا تتنازل عن وضع أي منتج جديد ومحاولة نشر هذا المنتج من خلال قاعدة ضخمة لك للمستخدمين. ومتى أشوف أنها تقدر تسوي شيء مختلف، وللتوضيح العالم الافتراضي اللي هم قاعدين يحاولوا يسووه، من الثمانينات والتسعينات نينتندو قاعدة تحاول تسويه، من التسعينات والألفينيات سوني قاعدة تحاول تسويه مع البلاي ستيشن، وأيضا نتكلم على شركات كثيرة حاولوا ينشوا عالم افتراضي. فيسبوك مع القاعدة الضخمة الجماهيرية، بحكم أنه ذكر مارك في المثال حقه ربط مجتمعات مختلفة أو أفراد من مجتمعات مختلفة ليكون واحد، هذا الأمر اللي هو قاعد يحاول يسويه، وشيء يقدروا ببساطة يسويه، بس تقبل الناس هنا تحدي. بانتظار إذا كان الناس سيتقبلوا هذه التقنيات الجديدة. فيصل السيف الخبير التقني حدثنا من الرياض، شكرا لك. النجاحات الدرامية والأجزاء الثانية مسألة قديمة جديدة متجددة. على سبيل المثال المسلسل الكوري سكويد جيم نجح، ومدرسة الروابي الذي يحاكي مشاكل المراهقين في آن واحد يحصدان نجاحان أو نجاحا كبيرا بعد عرضهما على نتفليكس، وتمكن من نيل اهتمامات المتابعين حول العالم، بل وتصدر الترند على منصة نتفليكس. فهل التطلعات إلى ظهور موسم جديد هي بطلب جماهيري أم بهدف مادي فقط؟ البداية من هوليوود ومن لعبة الحبار مع رافي بوغوسيان. أهلا بكم في هوليوود. أصبح مسلسل سكويد جيم الإنتاج الأضخم في تاريخ نتفليكس متصدرا الترتيب في أكثر من 80 بلدا، بحيث شاهده أكثر من 132 مليونا مقارنة ببريدجرتون الذي كان يحتل الصدارة مع 82 مليون مشاهدة. سكويد جيم كلف فقط حوالي 21 مليون دولار، في حين جنى المسلسل نتفليكس حوالي 900 مليون دولار، وبهذا قررت نتفليكس تقديم جزء ثاني من العمل يعرض العام المقبل. One question. If we win, just how much do we get? ما الذي قد يحدث في الموسم الثاني من السيناريوهات نظرا للنطاق الدولي لهذا المشروع؟ يمكن أن تدور أحداث الموسم الثاني في مكان آخر تماماً غير كوريا، وقد نتعرف على أصول المسابقة والخلفية الدامية لها. وطالما لم ينل الخط الدرامي بين الضابطي وشقيقه إعجاب كثيرين، قد يسلط الضوء على فوز شقيق الضابط وتحويله إلى مدير للعبة. من سيبقى من الأبطال؟ لي جونغ جاي يحتمل أن يعود مرة أخرى للكشف عن هوية مبتكري اللعبة والعمل على تدميرها. وبالنظر إلى النجومية العالية لجونغ، قد يتخيل المرء أنهم سيحاولون إيجاد طريقة لإعادتها. واسما آخر يحرص المعجبون على عودته هي جونغ يو. ومن جهة أخرى، قد يستعرض الموسم الثاني ماضي الرجل العجوز وكيف أسس اللعبة، ويتساءل كثيرون هل يمكن أن يكون هو والد البطل المسلسل، وربما يكون الحراس أيضا واجهة البطولة في المستقبل. مسلسل سكويد جيم الذي ينتظر الملايين جزءه الثاني هو أحد معالم الموجة الدرامية الكورية، وقد أعلنت نتفليكس عن خطة لاستثمار 500 مليون دولار خلال السنة الجارية وحدها في مسلسلات وأفلام منتجة في كوريا الجنوبية. لصباح العربية، رافي بوغوسيان، لوس أنجلوس.
وانضمت إلينا هنا في الاستوديو هالة عبيد من فريق ام بي سي ستوديوز للحديث عن هذه المسلسلات التي كسرت الدنيا. سويت جيم أو لعبة الحبار يعني أضخم مسلسل وأكثر مشاهدة بتاريخ نتفليكس. ما سر نجاح وانتشار هذا المسلسل برأيك؟ طبعا مسلسل سويت جيمز أساسا يعني أو أصل الفكرة فكرة كتير أورجينال، فكرة كتير جديدة مبهرة، ما حدا من قبل طرح الموضوع واختزل الواقع بلعبة أطفال. اليوم نحن بواقع صحيح الناس كتير في ناس كتير للأسف صارت بوضع اقتصادي سيء بسبب الحروب وما إلى هنالك، فهي اختزلت ورمزت حقيقة الأمر ضمن مسلسل درامي أبهر الجماهير كفكرة، وصل لكل العالم، إبهار بصري فظيع إذا بتلاحظي الألوان اللي كانت موجودة بالديكورات، يعني من إخراج لإبهار بصري، ألوان لتصوير، تمثيل، حوارات ضمن بكل حوار انت بتحسي انه في شيء عم يلمسك، في شيء خاص بكل شخص وبتجربه كل انسان على وجه الارض، فهو رمزيته القويه كثير هي يلي سببت نجاحه. هلا القصه تتطلب جزء ثاني ام النجاح هو الذي فرض جزء ثاني؟ هلا انا من حسب ما شفت فرجت على سكويد جيمز كامل، ففي اخر مشهد هن تركوا النهايه مفتوحه، فهل كانت عن عمد أو كانت ببداية؟ كتير أجزاء ممكن أو مسلسلات لأنها نجحت يستولدوا من الجزء الأول الجزء الثاني والجزء الثالث والجزء الرابع، ربما يكون هو مطلب جماهيري، وربما القصة تستدعي فعلا أنه هي تكون على شكل أجزاء، ولربما الكاتب من الأساس كان مفكر بفكرة الأجزاء، فهي إلى كذا سيناريو، يا أما بيكون الفكرة تستدعي وهي أوريدي مقسمة على أجزاء ومؤسسة على هذا الأساس، أو بيكون نجاح باهر استدعى المنتج أنه ينتج أجزاء أخرى. تقريباً الترند الجديد يعني إذا بتلاحظوا هلأ الترند الجديد على المنصات هي فكرة الأجزاء، فصارت تؤسس تقريباً كل القصص تترك يعني نهايات، تترك نهايات مفتوحة وتؤسس أنه تقدر والجزء 8 حلقات 10 حلقات بعدما كنا متعودين يعني على الحلقات الطويلة. تغير الموضوع هلأ تحول للميني سيريز، أحداث سريعة مختصرة وأجزاء، بكل جزء بيحكوا فكرة، لربما أنه مثلا سكويد جيمز بأول جزء حكوا الشيء الكتير سلبي لربما يكون في اتجاه آخر يروحوا على الاتجاه الإيجابي. طيب في مسلسل آخر حقق نجاح وأثار جدل كبير بعالمنا العربي، مدرسة الروابي، رح نشاهد مقطع ونتابع الحديث عنه. تمام فتيات الروابي نحو حمامي يعني فتيات الروابي، مشاكلهم، التنمر، كل هذه القصص الصغيرة والتفاصيل أثرت المشاهد العربي، لماذا؟ لأنه هي حقيقية كتير، واقعية كتير. اليوم نحن كتير لازم نخاف على أولادنا بمدارسهم، وكتير لازم ننشر وعي. الرسالة الأساسية هي دائما يكون في وعي، وفعلا الصحة النفسية بالمدارس هي مهمة مثل أي مادة دراسية عم تنعطى. لذلك نحن بمدرسة الرابي فقدان المرشدة النفسية، نحن لاحظنا ما كان في مرشدة نفسية، إنه لما تعبت هيدي الطالبة أو تعرضت لموقف حدا يجي يحكي معي وسيا يسألها ويفهم تصرفات الطالبة الأخرى من وين منبع هالغضب يلي عندها واستفزازها لطالبات أخريات وتسببها بعدة مشاكل كتير كبيرة بهاي المدرسة واستخدامها لسلطة أبوها. لذلك نحن أطفالنا بنبعثهم على المدارس لكن نحن ما بنعرف شو حيواجهوا، بنبعثهم على عالم تاني. مسؤولية المدارس اليوم إنه هن وجود هاي المرشدة النفسية، وهي فعلا تفاصيل أي بنت منا أو أي، يمكن أنا بزماني أنا صغيرة تعرضت للتنمر بشكل أو بآخر بالمدرسة. طيب خليني أسألك اليوم إنه الدراما العربية دائما ما كنا نتفخر بأنه الدراما المصرية أو السورية أو كذا، لكن اليوم هذه الدراما دخلت إلى أناس آخرين ربما يتفرج عليها غير الناطق بالعربية. صحيح شو المواصفات اللي تكون من الممكن يجب أن تتمتع بها؟
لحتى تروح للعالمية وتنحضر عالميا. بدها تكون أول شيء المحتوى هو البطل بأي مسلسل درامي، المحتوى لازم يكون كتير قوي، الفكرة لازم تكون كتير جديدة، الخبرات نحن لما اليوم نتعاون بخبرات أجنبية صرنا هلأ من جديد ناخد خبراتهم، يعني تقنيات التصوير، الكاميرات، الصورة، اللون، طريقة الإخراج الجديدة، الأفكار الجديدة، طريقة الطرح، قديش في تشويق، قديش في إثارة، كل هاي عوامل مع بعض بالإضافة لنجوم يكونوا طبعا محبوبين وبيأدوا هاي الأدوار بكل مسؤولية وبكل حساسية، هي كلها هي بتجذب المشاهد. فنحن اليوم بحاجة فعلا لتعاون كتير كبير على مستوى عربي وعلى مستوى عالمي. رح نشوف جزء ثاني لروابي ممكن؟ أعتقد. تتوقعين؟ أعتقد ويكون كتير منيح إذا بيعملوا جزء ثاني. شكراً. يستفيد أكثر يعني بحاجة الموضوع إنه. طبعاً. شكراً لك يا هلا عبيد من فريق دبي، من فريق MBC دبي ستوديوز، شكراً لك. شكراً جزيلاً لك. وإلى الروبوتات التي وعدنا المشاهدين فيها وشاف كل زوار إكسبو، 150 روبوتا متعددة الأحجام والأشكال تتجول في مواقع إكسبو 2020، تستقبل الزوار من مختلف الجنسيات والأعمار، تتواصل معهم، تجيب على تساؤلاتهم وترافق من يرغب منهم إلى الموقع الذي يريد، وتتميز بأنها مزودة بتقنيات مثل شاشات اللمس المتعددة. هذه الروبوتات مشاهدين تمتلك القدرة على تحديد الكائنات والتعرف عليها بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وتؤدي العديد من المهام منها الترحيب بالزوار وتقديم المساعدة لهم بأشكالها المختلفة والمشاركة في العروض، إلى جانب المساهمة في توصيل الأطعمة والمشاركة مشروبات وخدمات الضيافة. بالتأكيد أنه اليوم في معرض إكسبو كما قال ليت، هذه أول مرة يشارك هذا العدد من الروبوتات بالحدث فعليا على الأرض، ربما كان في ميلانو لم يكن هذا العدد ولم يكن بذلك الزخم. في إكسبو 2020 كل شيء مختلف، كل شيء مختلف، حتى الروبوتات أصبحت متواجدة بكل المعارض الحديثة، يعني جايتكس منذ أيام أيضا كان في كم هائل من الروبوتات التي تفاعلت مع الناس واللي فيها كثير من التقنيات الجديدة. خلينا نعرف أكثر ونشوف أكثر مع ليث وزميلنا الجديد، الروبوت الجديد اللي هي زميلنا ولا مو زميلنا يا ليث؟ نعم زملائنا، مش زميل واحد. صباح الخير راوية، صباح الخير عادل. مثل ما شايفين ما شاء الله روبوتات كثيرة. على كل حال بترجع بنقول إبهار جديد تقدمه دبي من خلال معرضها العالمي إكسبو 2020، فالجيل الخامس من الروبوتات المزودة بالتقنيات مثل شاشات اللمس، وفي مثل يعني في منها مزودة بالقدرة على تحديد الكائنات والتعرف إليها بالاستعانة بال انتليجنس ارتيفيسيل او الذكاء الاصطناعي وقدرات شبكات الجيل الخامس، وتؤدي العديد من المهام منها الترحيب بالزوار باللغه الانجليزيه بلغات اخرى وتقديم المساعده لهم والمشاركه في العروض، الى جانب المساهمه في توصيل، يا عادل انت بتحب الاكل مثلي، توصيل الاطعمه والمشروبات وخدمات الضيافه. طبعا في كثير شغلات ثانيه منها مثلا الدقه في التفاصيل، طوابير ذكية تقلل منها هاي الروبوتات، ومنصة متكاملة للخدمات ما ياخذوا محلنا يا ليث، الكترونية توفر للمشاركين. يا ليث شوف شوف لنا مذيعة، انا في شوية ديلي عشان هيك دائما وراي الديلي يا جماعة. طيب خبرنا اكثر يا ليث، خلينا هلا الروبوت حدك، هل يعني يعطينا مثال عن كيف عم يتعامل مع الزوار تبعه من خلال ترحيبه؟ طيب. اذا كنت قادر على الموضوع، يعني اذا كان الروبوت اللي الى جنبك. نعم اكيد اذا عملنا زوم انه شفنا الروبوت هلا، اكيد يوسف رح يساعدنا لانه هو مختص في الروبوتات هون في الاكسبو. مثلا اذا جيت جنب هالروبوت، هاي روبوت، I'm here.
قلت رأسا I am here, أنا موجود. How are you today? I'm sorry, I'm still running. Oh, I'm still running, عم بتعلم. ده عيد له السؤال كمان مرة. How are you today? Hi robot, how are you today? يبدو مو حاب بكر, ما زال يتعلم, يعني واحدة عليه يا ليت, ما زال يتعلم. ايه طيب رح اسأله, بس لازم نحط دائما هاي روبوت. خلينا نجرب كمان مرة, اسمح لي عادل بس تجربة وحيدة آخر لأنه مرة. حبيته, كنت أحكي معه قبل شوي, دلني كثير على أشياء في الإكسبو. هاي روبوت, how are you today? I'm sorry, I can't help you with that. How are you today? Mad. Hi robot, how are you today? ليت خلاص مو حبك الروبوت, ليت على النبره بلكي بيفهم اكثر. لا ليت الاكسنت مالك ما تمشي على الروبوت بالضبط. بعدين اذا شفنا هون مثلا, هون هذا هلا شفنا الروبوت قبل شوي, مش صديقي ابدا, شكله زعلان مني. شكلك زعلان مني انت اليوم, ها يعني انا ما سمعت, بس الزملاء يا ليت يقولون رد عليك, وانت يبدو ان I'm fine still. طب خلينا احاول اخر محاوله ارجوكم, يمكن تزبط. طب اساله سؤال غير. هاي روبوت, هاو ار يو توداي؟ ام سوري, اي كانت هيلب يو وذ ذات. خلاص مصمم ما بده يساعدني اليوم. ما بشن اوكي هون للطلبات وللتوصيل في عنا. ما هو جاوبك ام فاين, خلاص هذا اخذنا الاجابه, قال لي اي كانت هيلب يو, اي لا يستطيع مساعدتك. أوكي. طيب اذا اليوم خلينا نقول برضه للارشادات هنا اذا بتشوفه. انا مبسوط لانه يعني ما زال الروبوت مشواره طويل حتى يكون مذيع وياخذ مكاننا, فالحمد لله الله يطمنك. ما في خطر. هذا اللي لكن ما الذي يقدمه من خدمات اليوم ليث؟ يعني مثل ما حكينا ممكن يكون للتوصيل إن كان الطعام وغيره, ممكن يكون الروبوت للأمان ولا سيكوريتي في الإكسبو, ممكن يكون للإرشادات. هون في عنا مثلا إذا مع الزميل سليمان بنروح من هاي الجهة بنشوف هنا البروشور أو الدليل المعرض, كمان ممكن يروح على مناطق يوصل فيها البروشور تبع الإكسبو 2020 بسموه الكيوسك هذا الروبوت. وممكن كمان شغلة مهمة, ممكن يقلل من تدفق الناس, يكون في توجيه أكثر مثل الأشخاص اللي بنشوفهم عادة في الممرات بيكونوا تنظيم مسار اللي بدهم يفوتوا على جناح معين. وممكن يكون برضو يكون في بوليس, في منه شرطة كمان الروبوت, في أشياء تانية ممكن تكون لمساعدة الأشخاص الذي يكون عندهم, قد يكون عندهم عائق. فهذا شيء جميل إنه هاي المرة الأولى على فكرة بنشوف روبوت في إكسبو. تمام, شكرا لك ليث من معرض إكسبو 2020 في دبي. بدي أروح أحل مشكلتي معه, أشوف ليش زعلان مني. الله يوفقك وتلاقي لنا روبوته. تجميد البويضات طريقة تستخدم للحفاظ على قدرة النساء على الحمل في المستقبل, حيث تستخرج البويضات من بيضي المرأة وتجمد غير مخصبة وتحفظ للاستعمال لاحقاً. تخضع البويضات للتبريد لدرجة حرارة أقل من الصفر, وتسمى العملية المستخدمة غالباً لتجميد البويضات بالتبريد السريع. ويمكن إذابة البويضة المجمدة وتلقيحها بالحيوان المنوي في المعمل ثم زرعها في رحم المرأة عبر التلقيح الصناعي. تتراوح فرص حدوث الحمل بعد زرع البويضات في الرحم بين من 30-60% تقريبا, وذلك بناء على سن المرأة وقت تجميد البويضة. سألنا النساء ما رأيهن في تجميد البويضات. ايه هو ضرورة مرات للنسوان يلي قطعت عمر معين, عندها حالة صحية معينة مثل كانسر تريتمنت, بركي فكرت حالها عنا سيت قتلك بتركهم لبعدين. اول شيء حرية شخصية, و بمجرد ما انه السيده هي قررت وبتعرف انه هيدا الشيء يعني راح يساعدها لبعدين وراح تقدر يمكن تجيب بحيلا وقت ولد. نعم شخصيا انا مع هيدا الشيء, حتى لو هيدا الشيء بيتعارض مع بعض الاديان عنا بلبنان, بس اكيد هيدا حريه شخصيه, واكيد خاصه انه اذا المره وصلت لعمر معين وما لقيت شريك مناسب مش احلى ما تتزوج حيلا حدا بس كرمال تصير ام. لا انا اكيد مع
بالنسبة لي هيدا الموضوع يعني حرية شخصية للواحد بيرجع له إذا هو بده يعمل هالشيء أو لا. للمزيد تنضم إلينا هنا في الاستوديو تريسي هرموش، مؤثرة وناشطة في تشجيع تجميد البويضات. أهلا وسهلا تريسي. أهلا فيكم. تريسي خليني أخذ المقلب الآخر أو الموقف الثاني منه، ليه عم تشجيع على هذا الأمر؟ ليه عم تتدخلي في شيء يخالف الطبيعة؟ ما بدي فوت أنا أديان، أنا بدي أقول الطبيعة البشرية. أوكي، في كتير أشياء بتخالف الطبيعة هلأ، بس العالم عم توصلنا لمحل وين نقدر نعمل أشياء يلي بركي بتساعد شوي أما بتهين الأمور. يعني بالنسبة لألي هلأ كتير عالم فكروا بركي مش مناسب لشخص مثلي، لأنه أنا هلأ خاطبة وحتجوز وليه تتعمليها خاطبة، يعني خلص هلأ فيك تجيبي أولاد. مضبوط، بس بنفس الوقت في إنه في الاحتمال يكون أوصل لمحل مثلاً ما عندي financial difficulties بحياتي، بتعرف إنه بعرف عالم بكون مجوزين وعبينهم يجيبوا ولد بس صار عندهم مشاكل بحياتهم، ما عندهم مصاري بركي يجيبوا ولد هلأ وعم بيأجلوا وعندهم هيدا الشيء فوق راسهم، إنه كيف أنا بعدنا عم بأجل وبدي أجيب ولد وصار عمري 36 و 37 هاي شيء. شغلة تانية مثلاً إنه إذا عندي شيء opportunity بشغلي وصار عندي مجال فرصة ما في أتخلى عنها، طب لازم حط الأولاد على pause بالأول، تخلص مثلاً بدي سنة سنتين شغلة بالشغل، وكمان ما بدي يكون عم فكر بهالضغط. المستقبل قبل الإنجاب، المستقبل المهني قبل الإنجاب يعني. ما ضروري، بس إنه الحياة ما بتجي مثل ما نحن بدنا إياها تجي، يعني في صعوبات وفي obstacles. أصلاً في شركات مهمة مثل أبل شجعت موظفاتها على تجميد البويضات، ولكن يعني بيدفعوا ويتكفلوا عن إجراء هذه. نعم، وأصلاً أثارت ضجة بما أنه هذا الموضوع هو الحديث أنه ربما هو للربح المادي وللتوفيق بين حياتهم العملية وأيضاً حياتهم الشخصية. ولكن تريسي تحدثتي عن الصعوبات اللي ممكن تعيق النساء أنه يجيبوا أطفال بسن مبكرة، ولكن الموضوع هل كان في صعوبات نفسية؟ يعني لما قلتي أنا بدي أعمل هذه العملية لجمد بويضاتي، هل لقيتي دعم من الأهل؟ هل لقيتي معارضة؟ قد إيه الموضوع كان سهل أو صعب عليكي من داخلك أنت كمرأة؟ My circle يعني محيطي. أهلي محيطي وأصحابي أكيد كلهم كانوا supportive، يعني عندي هال support system، بس إنه أكيد أنا على السوشيال ميديا وفي كتير عالم ما بيفهموا إنه ليه تعملها، إنه ليه بركي من المجتمع بركي ما كتير تقبلوها، بس وتفسرت لهم إياها وأنا رحت على السوشيال ميديا تبعي وفسرت للعالم إنه هيدا أول شيء شخص شخصي، هيدا خيار شخصي 100%. وكمان غير الأشياء اللي حكيت عنها، يعني كل مرة ممكن تتعرض ل medical conditions بالمستقبل، وإذا أنا فيه هلأ مزبوط، إذا أنا فيه هلأ أعرف إنه في هيدا ال option وبقدر أعملها، ليه تما أخذ هال decision وأنا صار عمري 35 سنة هلأ؟ يعني بعدك شباب، يعني اليوم خليني أسأل، اليوم الناس عم تقول ليه عم تشجعوا العالم؟ يعني إنه إلى أي مدى؟ بس ليش إلى أي سن ستحتفظين بهذه البويضات؟ 50؟ لا، هلأ إذا أنا بدي أعمل، إنه في فرق، بدك تعرف شغلة إنه المرة وتبصير عمل 35 سنة دغري في تغير كتير كبير بـ her reproductive system، يعني مش مثل ما بين 30 و 35 ما هالقد في فرق، خصوصا أول ما عند المرأة مزبوط. و 35 سنة is a critical age، يعني من وراء من بعد ال 35 it's quicker and quicker، يعني بينزل الـ reproductive system. ف يعني أنا تكون عندي راحة بال إنه وتكون عمري 39 سنة ما حد، إنه مثلاً في كتير نسوان عم بيعملوها على 39. حتى بدنا ننوه لشغلة كتير مهمة، إنه أحياناً المرأة لازم تعملها، أنا من المشجعات جداً لإلها، لأنه أحياناً ما حدا بيعرف شو بيصير المرأة، أحياناً ممكن يصير معها كانسر أو سرطان، فهيدا الشيء كتير بيأثر على خصوبتها ومعقول إنه يمنعها من إنها تنجب أطفال، فهيدا الشيء ايضا للمراه اكثر من هيك. تفضلي. اكثر من هيك يعني في عالم ما بيعملوها بس بيوصلوا لمحل بدون ولد نمبر 2 اما نمبر 3، يعني على ثالث ولد اما ثاني ولد. انا ما عم بحكي عن اول ولد بجيب سنتجز السنه اللي بعدها، بس انا عم بحكي على ثالث ولد مثلا حيكون عمري 40 بركي، يعني تطويل عمر حتكون كثير صعب، ما ضروري تكون صعبه بس بركي تكون صعبه علي. حتى اللي ما ارتبطت، يعني هذا امر يمكن انا احترم وجهات النظر مختلفه، ولكن ايضا
هناك مجتمع يحد من أو يرفض ولا يقبل هذا الأمر. يمكن هي ما في هذه الثقافة ما نشرت بعد ما انتشرت. هي منو على فكرة الموضوع منو جديد من الثمانينات، ولكن أنه هي ثقافة بالآخر يعني هي مع عدد الشغلة أنه إذا بس بيسألوا الأسئلة وبيحكوا مع الخبراء وبيشوفوا أنه هيدا مش شيء عم بيجي ضد الطبيعة أو الدين أو هذه أمور يعني عم تاخد one cycle وعم تعمل freezing ل the eggs تبع السايكل، عم تجمدهم يعني one cycle هاي هي وخلص فيك تنسيهم. هلا إذا صار ما صار وجربت وما قدرت ما قدرت تكون عندي ولد بستعملهم هولي، وهون هولي البيضات بيكونوا fresher و no better than البيضات اللي بكون عم بستعملهم أنا وعمري 40 سنة مثلا. شكرا جزيلا تريسي هرموش، يعطيك العافية. Thank you. شكرا لكم. شكرا لك. حياكم الله. من هنا وهناك نتابع قصص عن العنف الأسري، يمكن تعريفه باختصار بأنه الإساءة المتعمدة بين أشخاص يؤدون وظيفة الأسرة. طبعا هذا باختلاف الفاعل، الضحية، ونوع العنف سواء جسدي أو جنسي أو حتى مادي أو لفظي. لكن على الرغم من تعدده إلا أن مختلف الدراسات كشفت أن الزوجة هي الضحية الأولى، يأتي بعدها في الترتيب الأبناء المسنون. تبين أن والمسنون أيضا طبعا تبين أن بنسبة 99% تقريبا يكون مصدر العنف الرجل. كما ذكرت دراسة أممية سابقة على مستوى العالم أن 35% من نساء العالم تعرضن لأحد أشكال العنف الأسري في مرحلة ما من حياتهن. في مصر يا عادل تسببت التصريحات الأخيرة للداعية المصري الدكتور مبروك عطية عن شكوى الزوجات من ضربهن في حالة من الهجوم الشديد عليه من النساء. عطية قال إن هناك قاعدة وهي أن النساء مبالغات في الشكوى، وإن الرجل الطبيعي لا يصل لدرجة العنف إلا إذا وصل لحالة استفزاز عالية جدا، فيما أوضح أنه يجب أن يكون هناك محاولات للإصلاح دون هدم الأسر. أي واحدة ست لما تيجي تشتكي بتبالغ في الشكوى. رايحة عاملة محضر ومعلش معلش بتبالغ في الشكوى. يعني في حاجة تبرر التاني، في حاجة تبرر التاني. لا مفيش حاجة تبرر أيوة أبدا. مفيش حاجة تبرر أبدا. بس كده. ولكن إيه المناسبة؟ لأن أنا ليه قاعدة أنا حطيتها. لو قام من النوم وضرب أو طالع يعني جاي من بره دخل البيت وأول ما دخل ضرب ده يروح مستشفى الأمراض النفسية. تمام. عنده مرض بالضبط. إنما الإنسان الطبيعي ما يوصلش لهذه الدرجة إلا بدرجة استفزاز قوية جدا. البحوث الميدانية ودعا والطلاق في محاكم الأسرة المصرية أظهرت ارتفاع وتيرة العنف إلى مستويات قياسية. مؤخراً كشفت وزارة التضامن الاجتماعي أن قرابة 43% من الزوجات يتعرضن للعنف الجسدي، فيما يناقش البرلمان تشريعاً جديداً يساوي بين الرجل والمرأة في العقوبة، ينص على أن العقوبات تبدأ من الحبس 3 سنوات وتصل إلى 5 إذا نتج عن الضرب عاهة جسدية. لكن وهذا الأصعب بحسب مختصين ومراقبين، توقعوا أن يواجه تطبيق القانون مقاومة داخل المجتمع المصري كغيره من المجتمعات المحافظة التي سادت العادة فيها على حل الأمور بشكل عرفي داخل الأسر. المشككون حذروا أيضاً من تأثير القانون على المرأة التي إذا قررت أن تشكو شريكها للقضاء قد تكون وضعت نفسها في موقف صعب بسبب العادات والتقاليد. أما الرجل الذي قد يشتكي زوجته التي ضربته
فسيضع نفسه في مرمى السخرية والتنمر من أقرانه الرجال. معنا من القاهرة المحامية ومديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية جواهر الطاهر. أهلا بك أستاذة جواهر. يعني خليني أسألك بالبداية، لماذا هذا الهجوم على مبروك عطية؟ الدكتور مبروك على عطية الرجل ما قالش حاجة، يعني قال أنه الرجل لا يستخدم العنف إلا حينما يستفز ويصل إلى نهايته، أما الإنسان اللي يدخل من الباب ويضرب ده مش طبيعي. إيه الغلط في كلامه؟ لا هو طبعا كلامه بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير هو بيبرر العنف. ما ينفعش أقول هو ضربك عشان أنت استفزتيه. مفيش مبرر للعنف. المفروض في مبرر للاستفزاز بين الزوجين يبقى في تفاهم. نعم؟ في مبرر للاستفزاز حتى يكون هناك مبرر للعنف؟ بالظبط. يعني ازاي انا ببرر العنف؟ يعني الحلقه دي انا شفتها، الزوجه اللي بتشتكي دي بتقول ان هو بيربطها بجنزير وبيضربها. نعم. وكان رد الدكتور مبروك عطيه ان النساء مبالغات، ان في قاعده بتقول ان النساء مبالغات. اولا مين اللي حط القاعده دي؟ يعني انا اول مره اسمع المصطلح ده. بالنسبه للعنف ضد المراه في مصر تحديدا للأسف في تزايد مستمر. ويمكن دي آخر دراسة عملت أو إحصائية عملتها وزارة التضامن، ولكن للأسف يعني العدد أو الإحصائية دي ما أعتقدش إن هي صحيحة. تحدثنا سيدة جواهر عن الإحصائيات، بيتعرضوا للعنف وما بيبلغوش. نعم ولكن سؤالي لحضرتك، هل أن يخرج هكذا تصريح من رجل عادي مقبول، أو أنه لأنه من رجل دين، رجل دين يعني الناس تسمعه؟ نحن بمجتمعات تقدس أو أنه بتسمع رجال الدين لأنه هن بيستقوا ما يقولون من مصادر دينية، ما خطورة هذا الموضوع؟ هي المشكلة في القصة دي أن الدكتور مبروك عطية من الناس المحبوبة المسموعة جدا على السوشيال ميديا وعلى وسائل الإعلام المختلفة، فبالتالي الناس بتسمعه سواء ستات أو رجالة. يعني لما ستة تسمعه هو بيبرر العنف أو بيقول لها استحمليه، ممكن ستات كتيرة تسكت على عنف بيحصل لها، وعلى الناحية التانية رجالة كتيرة ممكن هم يتمادوا في العنف الممارس ضد زوجاتهم. فبالتالي أنا رجل دين، وإحنا زي ما بيتقال احنا شعب متدين بطبعه وبنسمع اكتر لرجال الدين وعلماء الدين، فبالتالي حد زي الدكتور مبروك عطية تصريحاته دي بالنسبة لي غير موفقة بالمرة. المفروض ان هو بيتكلم مع طرفين مش بيتكلم على طرف واحد. ما ينفعش ان اقول لها استحملي انت معاكي 3 بنات او 4 بنات ومحدش هيتجوزك اذا اتطلقتي والكلام ده كله. لازم يكون كلامه للطرفين لو هو عايز يصلح ما بين الاسره، ما يبقاش في طلاق. هو عادة حتى في برامج يصلح، يعني هذا الموقف ليش ناخذه على الدكتور مبروك عطية من انه هو يدعو الى العنف؟ هو لم يدعو الى العنف، ولكن بيقول انه النساء ربما يبالغنا بالشكوى. بالضبط. ولكن الرئيس السيسي كان دخل في مداخلة في نفس البرنامج ده أول امبارح تقريبا، وكان بيتكلم مع الدكتور مبروك عطية في أنه لازم يكون واضح في كلامه. ما ينفعش أن أنا أتكلم في المطلق، يعني لازم أحدد وأوضح كلامي لأن الناس كتير ممكن تفهمه بطريقة خاطئة. ولكن للأسف هو الدكتور مبروك عطية كان واضح في كلامه، ما كانش بيلف ولا بيدور، هو اتكلم بشكل واضح وصريح ان انت استفزتيه، ان الستات مبالغات في الشك وهكذا والكلام اللي هو قاله. ولكن على الناحية التانية ما اتكلمش في ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يضرب زوجاته ولا بناته. كرجل دين المفروض ان هو بينصح وبيدي وعظ، وان الاعلام اللي بيروج للعنف ضد المراه ده اعلام المفروض ان هو والاعلام الذي يتدخل في البيت ويقول المراه على اي كلمه بين، يعني زي ما يقولوا بالمثل المصري مصارين البطن بتتخانق، وهذه حياه زوجيه يكون فيها اخذ وشد وجذب. لكن اليوم اذا الرجل كلم وجه كلمه الى المراه قامت الدنيا ولم تقعد بأنه هي مستضعفة. لا ده مش حقيقي. ازاي مش حقيقي؟ لا ده مش حقيقي للأسف. لا مش حقيقي للأسف. في رجالة كتيرة بيمارسوا عنف ضد زوجاتهم لأتفه الأسباب،
يعني مش شرط، يعني انا بكلمك كلام عادي وتقوم انت متخانق معايا ومثلا ضربني، لا اكيد في رجاله كتير بيمارسوا عنف ضد نسائهم بشكل مبالغ فيه وملوش اي مبرر. من الناحيه الثانيه ليه هو الرجاله بتعمل ده؟ احنا ما عندناش في مصر والله الرجاله مساكين يا واضح لحمايه النساء من العنف ضد المراه، والله احنا مساكين. اتفضل. شكرا جزيلا استاذه جواهر الطاهر، ارجو ان لا تكرهيني، والله احنا بناخذ كما يقال محامي الشيطان، كل حد وله وجهه نظره. شكرا شكرا جزيلا، يعطيك العافيه الاستاذه جواهر الطاهر. والى محبي السيارات الكلاسيكيه، فاللجنة المنظمة لمهرجان الدرعية لسيارات كلاسيكية في نسخته السادسة كشفت النقابة عن النسخة الوحيدة لسيارة كاديلاك موديل 1929 التي تعادل قيمتها 30 سيارة عادية. وأكد رئيس اللجنة الدكتور ناصر بن عبد الله المسعري مشاركة 500 سيارة ضمن نسخة المهرجان لهذا العام من أصل 1200 سيارة تقدمت بالطلب للمشاركة من خلال التطبيق الخاص بالمهرجان، حيث تم ذلك من خلال نظام آلي وفق آلية محددة لاختيار السيارات المشاركة. Τις μέρες χωρίς από σένα, τρεις νύχτες μένω μοναχός, σαν τα βουνά που στέκουν τώρα δακρυσμένα, όταν τα βρε σαν τα βουνά που στέκουν τώρα δακρυσμένα, όταν τα βρέχουν ουρανοί. Δόξε τη λύπη παλικάρι, στο φεγγάρι. Πώς να βγω και να περπατήσω, τα λόγια της να θυμηθώ, με το φεγγάρι πως να τραγουδήσω, με το φεγγάρι πως να πάω. المزيد ينضم إلينا في الاستوديو عازف الجيتار نيكولاس اللي والمغني أيضا اللي أمتعتنا منذ قليل. أهلا بك نيكولاس. هاي أنا نيكولاس. هاو أنا عادل. هاي نيكولاس. Nice to meet you. نيكولاس ماذا سنستمع؟ So we'll Spanish song. Yeah, we'll play one Spanish song now. Yeah. Hola. Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le vio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí, religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brinda el amor y la pasión. I think that you know this. بملمك ولو حتى بعتاني لقلبي هواك. تملي معك تملي